مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في فقره جديده من برنامج موضوع مهم. هو فعل ربما يمر في دقائق ولكن اثاره النفسيه تظل مستمره. جمله من الاف الجمل التي تتردد على السنه ضحايا نساء العالم. بس قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده احب ارحب بزميلي حازم. مساء الخير يا حازم. مساء الخير يا بيري، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن قضيه شغلت الراي العام والسوشيال ميديا والشارع المصري كله. هي قضيتنا النهارده هنتكلم عن التحرش. طبعا كلنا بنسمع كلمه التحرش، فلان اتحرش بفلانه او فلانه اتحرشت بفلان، بس كتير مننا ما عارفش يعني ايه معنى التحرش. طب ما تيجي يا بيري تقول لنا يعني ايه تحرش؟ التحرش ناس كتيره فاهمه ان هو متوقف على ان حد يلمسك، بس الحقيقه ان التحرش هو فعل او نظره ممكن تحس بيها من قدامك انه بيخترق جسمك. نظره ما فيهاش شعور بالامان، نظره ما فيهاش احترام لذاتك، حاجه بتخترقك انت من قدامها بتفهم على طول النظره دي مش نظره سليمه. الفعل اللي قدامك ده مش فعل عادي، ما يجي حد يخبطك خبطه كده تفتكر ان هو ما كانش قصده، بس بدليل بيكون فيه قصد ورا الضربه دي او ورا الخبطه دي او ورا النظره دي. ابشع انواع التحرش اللي بتكون في الشارع او في البيت او في مكان شغلك، لان دول اكتر اماكن المفروض نحس بيها في الامان. صح، مؤاخذة يا بيري انا قطعتك، بس انا صح فعلا تتكلمي الكلام كله صحيح فعلا، بس انا شايف يا بيري ان اول نقطه في القصه دي كلها بتقولي عليها ديت هي التربيه. دلوقتي للاسف الاهالي دلوقتي بقت مشغوله جدا ازاي تجيب فلوس وتشتغل. تلاقي دلوقتي الاب بيشتغل دلوقتي شغلانه او شغلانتين او ثلاثه، والام بتساعد برده بتشتغل. بقاش في حد دلوقتي بيعرف يربي الاطفال ولا بيعودهم على العادات والتقاليد اللي احنا اتعودنا عليها زمان، ان الصح صح والكبير كبير ولازم نسمع الكلام والتحرش ممنوع. عمرنا ما تربينا ان احنا نتحرش بحد ولا نأذي حد في الاطلاق. وتاني نقطه انا شايفها عامله مشكله دلوقتي التجمعات اللي بتحصل في الشارع او في القهاوي. دلوقتي قعده الشباب دلوقتي كلنا بنقعد بنتكلم مثلا عن التحرش او الجنس، فلان عمل حاجه، فلان عمل حاجه فلانه فلانيه، كله بيتكلم القواضي ديت. الشباب الصغير قاعد بيسمع ان ده بيعمل اي حاجه مسيئه ومحدش بيتعاقب، زي مثلا فتاه العماره. التحرش بصراحه ما بقاش متوقف على ولا كان بعيد عن اي بيت، ولا عمره كان بعيد عننا. بس خوف الاهالي دايما كان هو اللي بيدفن موضوع التحرش. واحده من ايجابيات السوشيال ميديا انها ركزت وخلت في موضوع قضيه التحرش موجود على الساحه دلوقتي، وبدا ان كل اي حد يقدر يتكلم وصوت البنت بقى مسموع. دعم الاهالي للبنت ان هم يخرجوا عن صمتهم ويتكلموا عن قضيه ويحكوا قصصهم ويحكوا مع التاثير او الاثر النفسي اللي بيتعرضوا له من المتحرشين، ده خلى الموضوع يتعرف بدل ما كان في الاول الاهالي بتخاف ان بناتهم يطلعوا يحكوا قصتهم. طبعا زي ما حصل فتاة العمارة بالظبط، احكي لنا قصتها كده. فتاة العمارة ما كانش الموضوع متوقف على ان زي ما كان بيتقال ان البنت لبسها هو اللي بيحرك الغريزة الجنسية، ولا الصور والمشاهد الالكترونية هي اللي بتحرك الغريزة الجنسية عند الراجل. دلوقتي بنت ملهاش اي واقع في الحياة انها يحصل لها مشكلة زي دي. جات مجتمع حصل فيه تحرش من راجل أذاها نفسيا، ذنبها ايه انها تخرج في مجتمع وتكبر فيه وقصتها منشوره وتعرف لما تكبر حاجه زي دي؟ وطبعا مأذيه طبعا من المجتمع، طبعا انها طبعا تيجي مثلا تكبر عايزه تتخطب عايزه تتجوز، طبعا بقت مفضوحه دلوقتي بقت معروفه، هتأذي اذى نفسي طبعا، هتحتاج دكتور نفسي. بس عايز اقول لك يا بيري دلوقتي ان حتى الدكتور النفسي في شويه منه مبقاش فيه امان، زي ما حصل كده مع الدكتور ومراته. الازمه اللي حصلت من فتره ديت ان اكتشفوا في الاخر ان ما طلعش دكتور ولا طلع حتى مراته حتى دكتوره، اما قعدوا يعالجوا الناس نفسيا، ومراته كانت بتساعد الدكتور على التحرش بيهم مثلا. معانا مداخله تليفونيه. شكلها فاصل، شكلها قاطع. هنرجع لموضوع حلقتنا. التحرش ناس كتيره فاهمه ان هو مرض وبتعلق شماعتها على ان التحرش مرض. الحقيقه ان التحرش مش مرض، لان الراجل وهو رايح يعمل كده هو عارف كويس هو بيعمل ايه. التحرش مش مقتصر على غني ولا فقير، بدليل التعليقات السلبيه اللي بنسمعها في الشارع والالفاظ والبسبسه والمراقبه طول الطريق لحد باب بيتك. التحرش فعل جريمه كل مدى بتكبر. التحرش لما فتاه المطار صورت ونزلت القصه بتاعتها من راجل ما كناش متخيلين ان هو ممكن يطلع متحرش. التحرش بنشوفه كل يوم في حياتنا،
بس بيني عايز اقول لك انا فعلا انا عايز احيي فتاه المطار اللي هي عملته ان هي صورت المشهد دوت وطلعته على الميديا، ان دلوقتي عندنا اقوى جهاز دلوقتي الميديا فظيع جدا بيجيب كل السلبيات. انا بشكر فتاه المطار انها جرأت وساعدت شباب كتير او بنات كتير انها تطلع تتجرأ وتتكلم عن القواضي، صوري واعرضي قضيتك واحنا معاكي وفي ظهرك وهندعمك دايما على طول. اوعى حد فيكم يسكت ولا اي حد فيكم يستخبى ولا يخاف زي زمان. دلوقتي الاهالي بقت جريئه دلوقتي والبنات بقت جريئه والشباب بقت جريئه يعرضوا مشكلتهم على السوشيال ميديا. في حاجة كمان يا بيري عايز اقول لك عليها، زي مثلا موضوع التربية. التربية طبعا الموضوع التربية التربية ده شيء مهم جدا موجود في حياتنا، لازم الاهل تهتم بالتربية كتير جدا، يعني مش كل حاجة لازم فلوس، لازم تربية ولازم اخلاق ولازم نتعلم ازاي الاسس والعادات والتقاليد اللي احنا اتعلمنا عليها زمان. عندك قانون التحرش، كل مدى الرئيس او الدوله عندنا بتواكب الحدث وتعرف قد ايه ان الموضوع قاعد بيكبر وكل مدى بيجددوا من عقوبه التحرش. صح، انت موضوع التحرش قانون التحرش حازم هيقوله لنا. قانون التحرش ده احنا ده تعرفنا من ايام ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر قانون 141 سنه 2021 بتعديل قانون التحرش. انا هقول لك مثلا القانون باختصار وبسيط عشان الناس تبقى مستوعبه وفاهمه القصه ماشيه ازاي. دلوقتي المتحرش لازم قبل ما يتحرش لازم يعرف ان القضيه دلوقتي بقت كبيره، عنده دلوقتي حد الادنى للسجن 2 لـ4 سنين سجن، فدي حاجه كبيره جدا. لا ومش كده كمان، طب افرض مثلا هو ما اتعاقبش برده ومصمم ان هو يعمل حاجه زي كده، لا اتعاقبت اضافه العقوبه دلوقتي بقت من 3 سنين لـ5 سنين وكمان غرامه ماليه من 200,000 جنيه ل 300,000 جنيه. ومش كده كمان، ان في كمان ان ده اللي بيهدد اي حد او بيستغل سلطته او وظيفته او سكنه او فيديوهات او اي ذل حد بيذل حد، ده ليه عقوبه بتبدا من 7 سنين. فالرئيس صراحه مش سايب اي حاجه صغيره وكبيره انه متداخل فيها وبيعملها صح 100%. يعني عندنا برضو دراسات واحصائيات لعام 2021 الخاصه بقضيه التحرش، فان دوله الهند هي اخطر الدول على النساء في العالم، واتت سوريا في المركز الثالث على الرغم وقوعها لمده 10 سنوات في الحرب، الا ان الحرب من ساهم في انتشار قضيه التحرش. وكان تاتي بعدها السعوديه في المركز الخامس والولايات المتحده في المركز العاشر لعام 2021. ومن الاحصائيات والدراسات اللي اتعملت اجرتها المبادره الخاصه بخريطه التحرش تحت اشراف هيئه الامم المتحده، واثبتت الدراسه ان 99% من الفتيات او النساء اللي تعرضوا للتحرش ان الحضر اكتر نسبه بيتعرضوا للتحرش اكتر من الريف، ومنتصف النهار اللي هو من 12 ل 5 اكثر عرضه او اكثر تمركز في موضوع التحرش، وده بيرجع لنتيجه التفكك الاسري، عدم توافر الاحتياجات الاساسيه. طبعا مع غياب ضمير والانسانيه عند الشخص بيتقلب سلوك الشخص ده الى العنف. عشان كده احنا عايزين نواجه التحرش يا بيري بموضوع بتاعنا، نتكلم عن التوعيه. لازم دلوقتي الدين يبقى حاجة أساسية دلوقتي في التربية والتعليم بتاعتنا، لازم يرجع زي زمان عليه مراقبة كبيرة. مراقبة كبيرة، لا عليه مراقبة وعليه كمان نقط كمان في التربية، دي حاجة مهمة جدا. أو نعمل يوم نسميه يوم ما فيهوش تحرش، نيجي ننزل كلنا وننزل كلنا وإحنا مطمنين إن إحنا وإحنا موجودين مع بعض، نطلع بنتيجة اليوم ده مفيش حد بيشتكي ولا بيحكي قصة ولا بيقول انه اتعرض للتحرش. ولازم كمان الشباب لازم نساعدهم ان هم يشتغلوا كتير جدا، طول ما هم قاعدين فاضيين مش لاقيين حاجه يعملوها بيفكروا في حاجات سلبيه. احنا لازم نوفر للشباب دي فرص عمل عشان ما تلاقيش وقت تفكر في الاساليب الوحشه ديت. في نهايه حلقتنا احب اقول اتكلم اتكلمي اعرضوا قصصكم، وما تخافيش الدوله والاهالي بقوا بيدعموا البنات ان هم يطلعوا يحكوا قصصهم. انا عايز اقول لك يا بيري انا عايز اشكر الاهالي واشكر الامن على الوعي اللي بيحصل دلوقتي وعلى السيطره اللي بتحصل في الشارع دلوقتي، واقول لكل شاب وبنت انه اوعوا تسكتوا، اتكلموا عن حقكم واحنا في ظهركم في السوشيال ميديا معاكم. وفي نهايه حلقتنا انتظروني الحلقه الجايه الاسبوع الجاي في نفس الميعاد وحلقات جديده وموضوع مهم.